طيب نيفرولوجي، النيفرولوجي بيتقسم إلى 4 مواضيع كبيرة لازم طالب البكالوريوس يكون عارفها زي اسمه، 4 كبيرة و4 على جنب. الأربعة الكبيرة دول هما الأكيوت رينال فيلير، وبعد منه الكرونيك رينال فيلير، والنفريتك، والنفروتك سندروم. كويس. خطورة الاتنين دول ايه بقى؟ ان مدخلهم كلهم جلوميرونيفرايتس، لا تقلق يعني. طب والاربعة اللي على جنب دول اسيد بيز، 2 الكترولايت ديستربنس، 3 سندرومز، 4 كيدني ان سيستميك ديزيزز. يبقى النفرولوجي 8 عناوين، اللي يلمهم يخلص من النفرولوجي خالص. طيب يعني ممكن تعملهم تيبل؟ اه ممكن طبعا. طب نبدا بالموضوع بالترتيب. الاكيوت رينال فيلير ده كان زمان، امال حاليا اسمه ايه؟ اسمه اكيوت كيدني انجري وليس اسمه اكيوت رينال فيلير. طيب هنمشي كلاسيك عادي خالص. رقم 1 ديفينيشن، 2 ايتيولوجي، 3 كلينيكال برزنتيشن، وبعدين انفستيجيشن وتريتمنت، وعشان خاطري انا الابروتش بتاع الجايد لاينز للناس اللي هم اصحاب الامتياز. كلمه اكيوت كيدني انجري في الكتب اللي معاكم معناه impairment of the renal function بشروط short duration وقد يكون reversible cause. ايه الكلام ده؟ امال الكلام الصح ايه بقى؟ قال لك بص يا دكتور، كلمه acute kidney injury معناها ارتفاع السيروم كريات او decrease the urine output. لو كانت definition كده يا دكتور اسماء ما كانش حد يغلب. امال ايه القصه يعني؟ قال لك ارتفاع السيرم كريات عن كام؟ قال لك حاجه من اثنين، يا اما 0.3 مللي جرام بير ديسي لتر في كام يا عم؟ في 48 ساعه in 24 hours، او السيرم كريات يرتفع عن 50% من البيز لاين في 7 ايام. حلو الكلام كده؟ امال اليورين اوتبوت كام؟ قال لك بص، لو قل اليورين اوتبوت عن 0.5 مللي بير كي جي بير اور within 6 hours، يبقى الديفينيشن بتاع الاكيوت كيدني انجري لا يوجد شيء اسمه اكيوت رينال فيلير، خلاص اسمه اكيوت كيدني انجري. الديفينيشن في اكيوت كيدني انجري عباره عن يا ترفع السيرم كريات يا تنزل اليورين اوتبوت. السيرم كريات تو بارامترز، في خلال 48 ساعه لاحظت ان السيرم كريات بيزيد التلت او يزيد النص في 7 ايام. اليورين اوتبوت يا جماعه الخير اقل من 0.5 مللي بير كي جي بير اور في 6 ساعات. طيب الكلام ده في البراكتس ما بيمشيش شرط يعني، بس احنا بنقول الديفينيشن اللي في التكست المحترم. الايتيولوجي، قول له بص يا دكتور، الكدني عموما كده على بعضها وظيفتها اساسا ان المريض يجيب يورين. طب والكلى عشان تشتغل لازم لها ايه؟ من بيرفيوجن. يبقى محطات الاكيوت كيدني انجري 3. ما هو شرط البرفيوجن يا بنات شطار؟ اول حاجه ان المضخه تكون شغاله، البامب الهارت شغال، وبعدين البايبس اللي هي المواسير سليمه. توصل لكيدني عباره عن تركيبها عن جلوميرولس وتيبيولز. نرسم تيبيولز كده اي لعبه يعني. والجلوميرولس عباره عن ايه؟
داخل ارتري كده وبعدين كابيلاريز وخارج ارتري، وبعد كده السكه مفتوحه عشان المريض يجيب يورين. اذا اسباب الاكيوت رينال فيلير ثلاثه. اول سبب بري رينال كوز، بري رينال، والتاني يا بنات رينال كوز. طب والتالت يا شطار؟ اكيد بوست رينال، بوست رينال. مين يعرف يألف بقى واحده واحده كده؟ انا اقول لك كلمه واحده، رساله مختصره يعني، كلمه بري رينال اختصارها هايبو بيرفيوجن، يعني مفيش بلاد واصل للكدني. يعني ايه مثلا؟ بص يا دكتور، البامب دي مش شغاله، زي واحد عنده كونجستيف هارت فيلير او ماسيف مايكارديال انفاركشن، اللي فاكر الكومبليكيشن اوف هارت فيلير واحده منها كاترين الفيلير. طب وبعدين؟ خد البامب بقى يا دكتور، الماسوره نفسها، هي الماسوره دي عباره عن بلاد فيسل ماشي فيها بلاد له فوليوم، يبقى اول سبب يا دكتور فوليوم ديبليشن. زي مين؟ 3 دي، واحد عنده دايريا او ديهايدريشن او بياخد دايوريسز او على الوزن هيموريج. شطار شطار. قال لك طيب فرض ان الهارت سليم والبلاد فوليوم سليم، بس الماسوره دي فيها اوبننج كده، ليه يا دكتور؟ اصل المريض يا دكتور عنده ليفر سيروزس، ليفر سيروز عنده هايبو البومونيميا، فالفلويد يروح فين يا دكتور؟ يحصل ليكج للفلويد في اي سبيس، يبقى الانترا فاسكولار فوليوم قليل، او عنده بروتين لوزنج انتروباثي. حلو. اخيرا يا دكتور، قد يكون الهارت سليم، الفوليوم سليم، الماسوره سليمه، لكن هنا في رينال ارتري ستينوزس. يبقى انا اكتب كده على جنب اول البري رينال اجراسم الهارت كده، وادي سهم المحبه بينه وبين الكيدني، طالع منه البايبس دي الماسوره فيها فوليوم، فوليوم يقل بثلاثة ديز، او تعمل اوبننج هنا لو عنده سيروزس او بروتين لوزنج انتروبسي، او تقفل الماسوره من هنا. سألك سؤال، لو في مريض وجاله اكيوت كيدني انجري، تتمنى تكون بري رينال ولا رينال ولا بوست رينال؟ بري رينال. صح. ليه بقى يا دكتور؟ لان البري رينال هيكون انت محتاج تكوركت البري رينال كوز فالمريض يخف. هقول الكلام ده ابروتش بعدين، بس في اي سؤال في في الاسباب؟ الاسباب ماشي الحال كده. دكتور ممكن تقولها تاني عشان لسه داخله بس؟ طيب حاضر. انا بقول ان الاكيوت كيدني انجري عباره عن يا اما بري رينال كوز يا اما رينال يا اما بوست رينال. بري رينال يا دكتور، ادي الهارت عباره عن بامب بتوصل الدم في مضخه للكدني، يبقى ما هي العيوب؟ المضخه مش شغاله زي congestive heart failure او myocardial infarction. المضخه الفلويد اللي فيها قليل عباره عن 3 دي، واحد عنده دايريا او dehydration او diuresis او على الوزن hemorrhage. ساعات يكون الهارت سليم والفوليوم سليم، لكن المشكله ان في اوبننج هنا، فلويد بيسرح. ليه؟ عشان الهايبو البومنيميا زي ليفر سيروزس او الجي اي تي بتفوت البروتين. حلو كده، كله سليم بس الماسوره مقفوله زي رينال ارتري ستينوز.
ادي اسباب البري رينال كوزز. هذه الاسباب اكتب جنبها كده يا ريت كل الناس تتمنى ان يكون اسباب الرينال فيلير بري رينال كوز. ليه؟ لانه غالبا هو كوركتابل. يعني واحد عنده هارت فيلير تعالج الهارت فيلير، عنده دهيدريشن ياخد فلويد، واحد عنده ليفر سيروزس يا دكتور تعمل له ايه بقى؟ ها ينقل له ليفر جديد؟ لا، ياخد قلب من الاول. لا، ده ليفر جديد ده ضرب من الخيال يا دكتوره اسماء. عشان تعالج الباثوجينيسيس في الادويه، يعني لما اقول لك واحد عنده ليفر سيروزس وجاله اكيوت رينال فيلير تفكر في ايه؟ قول له هيباتو رينال سيندروم. هشرح بس اديني فرصه شوي. حاضر. طب الرينال يا بنات بقى شطار شطار. بص يا سيدي، الكدني عباره عن جلوميرولس كده، ادي البومنز كبسوله اهو، وادي التيبيولز، وادي ارتري داخل وكابيلرز، وادي ارتري خارج. بص يا دكتور بقى، قد يكون العيب هنا، يسموها جلوميرولونيفرايتس. هذا الموضوع من ارخم مواضيع الطب، بس ان شاء الله ربنا يسهل بتصريفه علينا وعليكم. طب رقم اتنين يا دكتور، ان يكون في عيب في التيبيولز، ده موضوع الامتحان في النظري، اسمه اكيوت توبيلار نيكروزس، او عيب في الانترستيشن اسمه اكيوت انترستيشن نيفرايتس. الكدني راح لها بلاد فيسل يا دكتور، يبقى مرض اسمه سيستميك فاسكولايتس. الرينال كوز يا دكتور كلهم اكتب عليهم كده أسوأ من بعض. مركزين يا بنات ولا الدنيا ضايعة؟ إن شاء الله نكون مركزين. طب بوست رينال يا دكتور، قال لك اتس أباوت أوبستراكشن. إيه أوبستراكشن ده؟ يعني آدي الكدني وآدي اليوريتر وآدي البلادر وآدي اليوريثرا. أوبستراكشن هنا إيه اللي يعمل أوبستراكشن في كل اليورينري سيستم؟ يا إما ستون يا اما مالجنسي، عشان تريح دماغك. يزيد في الميل بناين بروستاتيك هايبربليزيا، وفي الفيميل سيستوسيل. الاسباب مفيش مشكله، واضح ولا الدنيا ضايعه؟ طب حد بس يبعت لي رساله يقول لي ايه الاخبار. تمام يا دكتور، واضح يا دكتور. تمام. طيب يا دكتوره مي، نروح بقى للموضوع الأساسي اللي هو الأكيوت تيبولار نيكروزس. اكتب عليه كده نظري مهم، نظري مهم. بص يا دكتور، آدي الجلوميرولس أهي، وآدي التيبيولز. التيبيولز دي لما تكبرها يا دكتور كده تلاقي عبارة عن إبيثيليال سيلز كده وبيزمنت ممبرين، ورايح لها بلاد فيسل. وآدي الناحية التانية endothelial cells، epithelial اسف، وادي basement membrane وراح لها blood vessel. فاول حاجه نكتب ايه يا دكتور؟ الايتيولوجي. اثنين، شاطر يا دكتور، الستيجز اند كلينيكال برزنتيشن، ثم الانفستيجيشن، واخيرا علاج. واحده واحده كده. هو ايه اللي يعمل acute tubular necrosis؟ قول له بص يا دكتور، مش ده بلاد فيسل؟ يبقى بص، قد يكون اسكيميك كوز، يعني السبب جاي من تحت. اما يحصل اسكيميا يا دكتور، يا شاطر، الابيثيليال سيلز دي تموت، تقوم تتجمع هنا. لما تتجمع هنا يا دكتور يحصل تيبولار اوبستراكشن. تيبولار اوبستراكشن، يعني المريض عنده أوليجوريا. شطار، يعني عنده أوليجوريا. إن شاء الله البنات مركزين في الربط. طيب نركز بقى، أمال السبب التاني إيه بقى؟ إنك تعمل أكيوت تيبولار نيكروزس يا دكتور. قول له بص يا سيدي، اللي يعمل تيبولار نيكروزس إن يكون السبب ماشي في اليومن،
ان السبب يكون ماشي في اليومين يا دكتور، ماشي هنا يعني كده بيتدلع كده. مين بقى اللي ماشي يتدلع كده؟ اسمه توكسيك كوز. برضه توكسيك يعمل اصلاف للميكوزا دي او الابيثيليوم ده ويعمل توبيلر بلوك، يبقى اوليجوريك ستيج. مين بقى يعمل اسكيميا يا بنات؟ كلمة واحدة، بص يا دكتور، persistent prerenal cause. اوعى تكتب كده في الامتحان، اوعى تكتب كده. بص يا دكتور، قول له يا دكتور ده في مضخة كده وطالع منها بلاد ماشي في البايب، وبعدين البايب دي لها دايمتر وجواها فوليوم، وبعدين ممكن تضيق في الأخير. فاكرين الكلام ده؟ لسه قايلهم شوية، أعيدهم تاني. congestive heart failure وميكارديال انفاركشن. اتنين يا دكتور، ممكن الايه يا دكتوره؟ التوكست، مش فاكر انا، مش فاهم يعني توكسيك. التوكسيك، حاضر حاضر. التوكسينز يعني ايه؟ ماده ماشيه جوه اليومن كده فتحرق الابيثيليال سيلز. يعني انت في كلتا الحالتين عايز تموت الابيثيليال سيلز، يا تقلل البلاد سبلاي يا تبعت توكسينز تموتها. عشان كده هي على الوزن تقول له يا اما توكسيك يا اما اسكيميك. ركز. بيرزيستنت برينال كوز يعني ايه؟ عملت هارت فيلير او اكستنسيف ام اي، الفلويد هنا قليل، الديهات المشهوره في اوبننج مخرومه ليفر سيروزس او مقفوله من هنا يا دكتور، رينال ارتري سينوس. امال توكسيك يعني ايه يا دكتور؟ بص يا سيدي، هو ايه التوكسينز اللي تمشي هنا مشهوره جدا؟ واحد يقول لك ايه يا دكتور، ده انا كان عندي جلطه في القلب وعملوا لي قسطره وحقنوا لي صبغه، بعدها السيرم كريات ارتفع. قول له قول له الضاي اصلا توكسيك للابيثيليوم بتاع الكيدني، عشان كده المريض قبل ما ياخد الصبغه ياخد فلويد، وبعد ما ياخد الصبغه ياخد فلويد. يبقى اول سبب للتوكسينز يا دكتور الضاي. اتنين يا دكتور شطار، الدراجز. الله شطار. ايه بقى الادويه اللي بتاثر على الكدني يا دكتور؟ بص يا سيدي، انت لازم تعرف اشهر الادويه. بص، الايس انهبيتور والنون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتاعه الكيموثيرابي اشهرهم السيسبلاتين. اوعى تستغرب، اذا كان هذه الادويه بتموت الخلايا يبقى مش هتموت خلايا الكدني. مشهور جدا يا دكتور الترايميثوبرام سلفاميثوكسازول، ترايميثوبرام سلفاميثوكسازول، ده مهم ده ليه؟ لانه مشهور في علاج التونسيلايتس والابر ريسبيراتوري تراكت. في لسته ثانيه امينو جلايكوزايدز، كفايه عليكم كده. طب هل في توكسينز ثانيه يا دكتور؟ بص بقى، دي بص دي هايبر كالسيميا او هايبر يوريسيميا او مايجلوبين كتير. لا انا عايز مسائل بقى، ايه الفكره يعني؟ بص يا دكتور، الدنيا واضحه ولا في صعوبه؟ اكيوت تيبولار نيكروزس ده احدى الانترنسك رينال كوزس. بنرسم الكدني اما السبب في الجلوميرولونيفرايتس او في التيبيولز، اسمه اكيوت تيبولار نيكروزس. ده موضوع الاكيوت كدني انجر الاساسي. الاسباب يا توكسيك يا اسكيميك. طيب ايه موضوع الهايبر كالسيميا دي بقى؟ قال لك بص يا سيدي، انا هدي لك مساله كده واقول لك ان مريض عنده جنرالايزد بوني ايكس، الام في عظمه. اتنين، عنده بروكسيمال ماسل ويكنس، جاله لاين بين يا دكتور وهيماتوريا. ايه ده يا اخويا؟ ده جنراليزد بوني ايكس وبيمشي زي البطه وعنده الم في الكدني او في مكان الكدني يعني، وعنده هيماتوريا. اللي يشخصها يبقى شاطر. فيتامين دي ديفيشنسي يا دكتور؟ شاطره بس يعني. يلا لا اوبا لا، اللي دخل على الفيتامين دي شاطر. الفيتامين دي لما ينقص مين اللي يزيد؟ الباراثايرويد، ده اللي بيعمل هايبر كالسيميا. ادي اول مساله.
يبقى الهايبر كالسيميا عبارة عن هايبر بارا ثايروديزم. الكالسيوم يترسب هنا يضرب لك الإبيثيريال سيلز دي. طب مسألة رقم اتنين، جالك مريض دايابيتك هايبرتنسيف، سامحوني في المسائل، قال لك يا دكتور أنا عندي ألم وتورم في صباع الرجل الكبير، ما هو التشخيص؟ أبو صباع ده، ده سهلة دي، أكيوت مونو أرثرايتس، إن شاء الله صح، جاوت يعني. الخوف من الجاوت يا بنات إن الكريستالز دي بتترسب في التيبيوز. مسألة رقم ثلاثة، جالك مريض يا دكتور وقال لك بص يا سيدي أنا مشكلتي يا دكتور إن أنا عندي دهون عالية وأخدت دواء اسمه ستاتين، الليفر انزيمز ارتفعت يا دكتور وجالي بروكسيمال ماسل ويكنس وحاليا لون البول مغير، ايه رايك يا دكتور؟ ايوه الاستاتين هايبرلايبيديميا والله ما انا سامع اسمه ايه؟ ايوه رابدومايلايسيس هايبرلايبيديميا ايوه رابدومايلايسيس تكسير في الماسل فالمايجلوبين اللي يترسب في البول، فهمنا الثلاث مسائل دول؟ يبقى اسباب الاكيوت تيبولار نيكروزس عباره عن اثنين، يا توكسيك يا اسكيميك. وانا بتكلم في ايه؟ بتكلم في ما يسمى اكيوت كيدني انجري اللي كان اسمه زمان اكيوت رينال فيلير. ديفينيشن ارتفاع سيروم كريات او يقل اليورين اوتبوت. الاسباب بري رينال او رينال او بوست رينال. البري رينال يا دكتور اتس اباوت هايبو بيرفيوجن، كميه الدم قليله. طيب السبب الثاني ان يكون العف في الكدني، ترسم الكدني يا اما جلوميرولونيفريتس او يا اكيوت توبولار نيكروزس او اكيوت انترستيشن نيفريتس او فاسكولايتس. بوست رينال اوبستراكشن، شطار يا بنات. اكيوت توبولار نيكروزس سؤال امتحان مهم. الاسباب يا توكسيك يا اسكيميك. الاسكيميا بيرزيستنت بري رينال كوز، اوعى تكتب كده في الامتحان، لازم تكتب دول كلهم. التوكسيك يا دكتور ضاي عامل قسطره وبعدين بدا السيرم كريات يعلى، يبقى ده اسمه كونتراست انديوزد كيدني انجري. دراجز ايس نان استرويدال سيسبلاتين ده كيموثيرابيوتيك دراج، سلفاميثوكسازول ترايميثوبريم امينو جلايكوزايدز. وبعدين ثلاث مسائل ورا بعض، هايبر كالسيميا زي هايبر بار، هايبر يوريسيميا زي الجاوت، وبعدين المايوجلوبينوريا. حلو يا دكتور، ادي الاي تي ان اهي، اكيوت توبولار نيكروزس. هنتكلم هنا عن المراحل يا دكتور اللي بيمر بها المريض ونربطها بالكلينيكال برزنتيشن. بص يا سيدي، ادي التيبيولز، ادي الابيثيليال سيلز بتاعتها، حصل فيها نيكروزس فماتت، فعملت ايه هنا يا دكتور؟ توبيلر بلوك. هل المريض يجيب يورين يا دكتور؟ لا، ويسموا ده اوليجوريك ستيج. يبقى ما هو الانيشال برزنتيشن للاكيوت رينال فيلير؟ اوليجوريا. صح. هل في مريض تاني في الكدني عنده اوليجوريا؟ اند ستيج كورونيك رينال هقولها تاني، هي الاوليجوريا انيشيال في الاكيوت كدني انجري، لكن هي تيرمينال في الكورونيك رينال. طيب رقم اتنين يا دكتور، هو النيكروتيك سيلز دي يوما ما هتنزل اليورين. طب هنا السؤال بقى، لما تنزل اليورين يا دكتور هل تعتقد ان الابيثيليوم هيطلع تاني يوم؟ لا طبعا، فيتحول اليوم من عباره عن ماسوره فقط من غير ابيثيليوم، فالفلويد اللي فلتر ينزل في اليورين، يسموا الاستيج ده بوليوريك ستيج. ثم الخلايا تكبر وتعيد امتصاص الفلويد اللي كان نازل في الكدني، يسموا ده ريكفري ستيج.
ادي 3 مراحل اكيوت كيدني انجل اللي هم بتوع الاكيوت تيبولار نيكروزس. اركز مع حضراتكم بقى يا دكتور، هو كلمه اوليجوريك ستيج المريض حضرتك هيشتكي من ايه؟ قول له بصراحه انا مش عارف، بس انا هرسم كده، ادي جونوميرولس اهي، وادي تيوبيولز مقفوله يا دكتور، يبقى اكيد المريض عنده اوليجوريا. او بالمناسبه كلمه اوليجوريا يعني ايه؟ ايوه 0.5 لتر بير كي جي بير اور، ما هو يعني كم في ال 24 ساعه دكتور عبد الرحمن؟ اخذكم 50، اقل من 400 مللي في ال 24 ساعه. طيب هذا الفلويد يا بنات اللي ما حصلوش انه ينزل هنا يرتجع فين؟ يرتجع فين يا دكتور؟ يرتجع في السيركيليشن. شطار. طب هو ده فيه ايه اصلا؟ ميه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. 2 الكترولايتس. 3 توكسينز واسيدز. مين يعرف بقى يا دكتور يالف الكلينيكال برزنتيشن للاوليجوريك ستيج؟ بالراحه كده، ما فيش حاجه نازله من الكدني يا دكتور، اوليجوريا، ودي اهم كلينيكال برزنتيشن، دي اهم كلينيكال برزنتيشن. فالفلويد يرتجع يا دكتور، الفلويد ده عباره عن ايه؟ عن ميه. يبقى المريض عنده مانيفستيشن اوف هايبر فوليميا. طب واللي عنده فلويد كتير ده يشتكي من ايه يا دكتور؟ عنده كميه فلويد كتيره جدا في السيركيليشن. ضغط عالي، صح كده؟ فانت غالبا هتلاقي المريض ده بلاد بريشر عالي. اهم من كده يا دكتور، اهم من كده هتلاقي اللنج بتاعته دي، ايوه، زي الشيشه دي، مهمه في الاكزامينيشن خلي بالك. والبرين ينشع، تلاقي المريض فاقد التركيز، انكفالوباثي. عارف الاثنين دول انديكيشن لدياليسيس. طيب اهم الكترولايت يرتجع يا دكتور، ده الخطير بقى، هو البوتاسيوم، فالمريض يبقى عنده هايبركاليميا. شوف يا دكتور الهايبركاليميا دي لطالب البكالوريوس، قول له بص يا دكتور هايبركاليميا تساوي اي سي جي، لكن ككلينيكال برزنتيشن يا دكتور تنايم كل حاجه، يعني تنايم السنترال نيرفس سيستم، وتنايم الكارديو فاسكولار، وتنايم السكيليتال ماسل، والجي اي تي تعمل اتني، تنايم السي ان اس. يعني يا دكتور يعني ايه تنايم السي ان اس؟ يعني منتال دالنس وكونفيوجن. كارديو فاسكولار مريض عنده برادي كارديو، سكيليتال ماسل يا دكتور ويكنس وفلاسيد باراليسيس، فاكرين هايبر كاليميك بيريودك باراليسيس؟ ثم الجي اي تي يا دكتور اتني وكونستبيشن. لكن اهم كلمه يا دكتور في الهايبركاليميا او الهايبوكاليميا اي سي جي. بص يا دكتور، بص اهم حاجه في الاي سي جي عشان ما تنساهاش، اسمها طول تي ويف، بيسموها هايبر اكيوت تي. دكتور اسماء، انا قلت لك زمان ان الهايبر اكيوت تي لو طلع لما نفسها كده دي بتاعت ام اي، مفروده زي قبه الجمل دي بتاعت هايبر كاليميا. طب لو الموضوع، لو الموضوع مور سيفير يا دكتور، ابسنت بي ويف. طب والثالثه وايت كيو ار اس، كانها بتمط الاي سي جي. يبقى اهم حاجه يا دكتور الهايبر كاليميا هايبر اكيوتي، هايبر هايبر، وبعدين ابسنت بي والكومبلكس يوصل. تاني كده، المريض عنده اوليجوريا يا دكتور وترتجع اشياء منها الفلويد، ميه عاديه، يعني اوفر هايدريتد يا دكتور خلي بالك، يعني اللنج فيها فلويد ودماغه مليان فلويد، indication of dialysis. hyperkalemia
ECG until proved otherwise. تكتب في النظري تنيم كل حاجة. طب وبعدين يا دكتور أسيتس؟ طالما البوتاسيوم يرتفع يا دكتور الهيدروجين يرتفع معاه، هما الاثنين مع بعض ينعيش سوا ينموت سوا. طب والأسيلوزيس دي انت بتعرفها ازاي يا دكتور؟ كلمة واحدة بس، كلمة واحدة، كوزمول بريذنج. يعني كوزمول يعني ديب رابت، يعني بياخد نفس بعمق بيشد جامد، يعني زي شريبة الحشيش كده، عشان بيستخسر ينفق الحشيش في الهواء فهو يشد. طب وايه التوكسنز دي يا دكتور بقى؟ manifestation of uremia. اليوريا يا دكتور دي عبارة عن end product للبروتين كاتابوليزم في الليفر، يعني أي بروتين يروح الليفر يتحول ليوريا وبعدين تبقى excreted في الكدني. طب الكدني خربانة اليوريا تزيد. بص يا دكتور، أحسن سنسور لارتفاع اليوريا هو الجي اي تي، فالمريض عنده أنوركسيا ونوزيا وفوميتنج، وخطورة اليوريميا يا دكتور إنها توصل لدماغه، يوريميك إنكيفالوباثي، المريض مش مركز. اتنين، الله عليك، يوريميك بيريكاردايتس، يعني يجيله ألم في صدره ويخف لما يليننج فورورد وتعمل إي سي جي تلاقي ستي إليفيشن والحل دياليسيس يا دكتور. مش مركزين إحنا. الأكيوت توبيلر نكروزيس أهم سبب في الأكيوت رينال فيلير نظري مهم. الأسباب توكسيك وإسكيميك، يمر المريض بثلاثة مراحل: أوليجوريك ستيج، بوليوريك ستيج، والريكفري. أوليجوريا ده أهم ستيج على الإطلاق، لأن اللعب كله هنا. الأوليجوريا ديكريز اليورين أوتبوت أقل من 400 ملي في الـ 24 ساعة. يرتجع الفلويد في البلد، فلويد عادي، ميه عاديه كانت بتنشع، يعني الكترولايتس واسيدز وتوكسينز، ميه. طب اسالكم سؤال بقى، سيبك من انا هعيد كتير كده، جالك مريض في الطوارئ عنده اوليجوريا، يلا يا سيدي قول لي دايجنوستيك ابروش هتشخصه ازاي؟ اول حاجه الهيستوري. مين يسال بقى؟ يلا مين شاطر يسال عشان تبقوا انتوا عندك اعراض تانية غير الاوليجوريا؟ بس خلي بالك، اثبت الاوليجوريا، قول له حجم البول قد ايه في ال 24 ساعة، يقول لك قليل جدا، انت ما جمعتش بول، طيب ماشي. وبعدين يا دكتور اسماء نقول ايه؟ الاشياء ارتجعت صح؟ عندك صداع، عندك كتمة نفس، بتكح فلويد، حاسس بضعف في عضلاتك يا بنات، كونستيبيشن، نوزيا وفوميتنج، نفسك سريع، الكلام ده مهم، اسمه دايجنوستيك ابروتش. سيبنا من الحفظ، هنكتب هنكتب. الكالسيوم بيقل في الاليجوريا ليه؟ هو البوتاسيوم بيزيد. انا جاوبك انا، اولا الكدني عندها قدره خارقه على الاكسكريشن اوف بوتاسيوم، اذا التيبيولز فقدت هذه القدره يحصل هايبركاليميا. تمام. تاني حاجه في الدياجنوستيك ابروتش يا بنات هو الاكزامينيشن. هتفحص مريض اوليجوريك ازاي؟ يلا يا بنات، مش الفلويد الميه ارتجعت، يبقى شوف الفايتال ساينز. اتنين، اسمع التشست، اشوف الاديما. شاطره يا دكتوره مي، والاديما. طب وبعدين؟ اشوف البالس برادي كارديا، الجي تي اتوني يا دكتور، وتلاقي ابدومينال ديستنشن. يا جماعة الخير مركزين، اسمع الهارت ستيت لابريكاردايتس، رتبهم بأي طريقة، المهم انك انت تكون فاهم وحافظ هذا الكلام. ثم ينتقل المريض يا دكتور للدايوريتيك ستيج. دايوريتيك ستيج يعني ايه؟ الاوبستراكشن اللي كان هنا ريليست، بس التيبيولز لسه ما حصلهاش ريجنريشن، فعشان كده المريض عنده بوليوريا. بوليوريا، طب وانت خايف عليه من ايه اصلا؟ خلي بالك يا دكتور، خايف عليه من الالكترولايت ديستربنسز، اللي هي اختارهم مين يا دكتور بقى؟ بص يا سيدي، الماركت دايوريسيس ده يقلب من هايبر لهايبوكاليميا، خلي بالك.
وبعدين يدخل في الريكفري ستيج. هي دي تهمك؟ يعني انت مثلا كلمك في الطوارئ وقال لك احنا عندنا مريض اكيوت كيدني انجل، نطمن اهل المريض ازاي؟ قول له والله ان في موست اوف ذا كيسز يرجع تاني، خصوصا المريض سنه صغير وجاله انسلنت، خد نانو استرويدال كتير، كان عنده الم في ظهره وخد مسكنات كتير، واحد هايبر تنسف وبياخد اس انهيبيتور كتير. طب اديكم مساله اهي، والله ما يخسره فيه مساله. سامحوني بقى عشان النفرولوجي ارجوكم محتاج فهم. لو في ميل بيشنت وهي حاليا في ليبر بتولد ودخلت في بوست بارتم هيموريج، الدكتوره بنزل بلاسينتا عمل تير في اليوترس فجالها نزيف، جات لك الطوارئ قالت لك يا دكتور انا عندي اوليجوريا، يلا يا بنات مين يشخص الحاله دي؟ جالها هيموريدج ومن دكتور جالها تبرا نيكروز. اهو شاطره. يبقى اول حاجه بص يا دكتور خلي بالك ان ده قد يكون هو البري رينال كوز اللي هو مين؟ الهايبو برفيوجن. خلي بالك وممكن الهايبو برفيوجن يا دكتور اسماء لو طول يعمل اكيوت تيبولر ايه؟ نيكروزس. هنا السؤال في الامتحان بقى للطلبه الشطاره قبل ما اشرح، ازاي اعرف ان الاوليجوريا دي سببها الهايبو برفيوجن من النزيف ولا حصل سكندري اكيوت تيبولر نيكروزس اللي هو رينال كوز؟ تكات الاكيوت رينال فيلر على الاطلاق يا بنات، التكات على الاطلاق يعني. ازاي تفرق في الطوارئ ان ده بري رينال او رينال او بوست رينال؟ اقول لكم الابروتش بعدين. نحلل اليورين. حلو. انا عايز اسمع البنات يا دكتوره اسماء، انت الليدر علمينا البنات، ما حدش بيرد علينا خالص. دكتوره منى مع حضرتك كده. يلا قول لنا يا دكتوره منى، وصل لك السؤال ولا اقوله تاني؟ لا ممكن تاني. ماشي طيب لخص لي البنات كده احنا بنتكلم في ايه. احنا كنا بنتكلم في الاكيوت تيبولار نيكروزس اللي هو تبع مين بقى؟ قلنا الاسباب تبع ايه؟ ايوه الاكيوت كيدني انجل صح؟ وده كان عباره عن تيبولار كوز جوه الكيدني. وقلنا ان المريض بيمر بمراحل اوليجوريك ستيج ودايريتك وريكفري ستيج. انا بسال بقى سؤال، مش هو الاكيوت تيبولار نيكروزس ده قد يكون توكسيك وقد يكون اسكيميك؟ هسالكم سؤال انا بقى، جات لك مريضه عندها بوست بارتم هيموريج او مريض عنده دايريه في الطوارئ او مريض عنده سيفير فوميتنج او بيرن او هيموريج في حادثه، ويا دكتور دلوقتي انت جمعت بول لقيت عنده اوليجوريا، انا هسالكم سؤال بقى، مش ده يحمل انه قد يكون بري رينال من الاسكيميا اللي هو الهايبو برفيوجن، او البري رينال ده طول وموت الخلايا بتاعه الاكيوت بتاعه التيبيوز صح؟ افرق بينهم ازاي بقى؟ يلا مين شاطر يقول لي؟ السؤال ده في غايه الاهميه في الام سي كيو. طب سيبنا من الاجابه، انتوا وصل لكم السؤال ولا انا مش عارف اقوله؟ الهايبوفوليميك كوز ده ممكن يعمل حاجات سيستميك تاني مانيفستيشن، فده كويس يعني انا هكتب كده لو ده بري رينال فيرسس رينال كوز. انتوا مركزين يا بنات مش كده؟ طيب بص بقى يا بنات، انا هرسم رسمه كده عشان نفهم الكلام ده. ادي الكدني اهي، الكدني دي يا بنات عليها حارس كده هنرسمه بلون تاني، هنرسم الحارس ده زي الكاميرا كده وبيبص على الكدني بعينيه. الحارس ده لما يلاقي كمية الفلويد اللي ماشية في التيبيول كمية قليلة يقوم يطلع رنن. شطار. اتنين يا دكتور، استيميليشن للأوزمو ريسبتور في البرين تطلع انتي دايريتك هرمون. شطار. ده في الأخير يطلع مين؟ الدوستيرون صح؟ والاثنين يعملوا سولت اند ووتر ريتنشن. مين بيتبع الميه في الابزوربشن؟ اليوريا.
لا أسألكم سؤال، هو ده التيبيكال اللي بيحصل في البري رينال ولا في الرينال؟ بري رينال. ليه بقى يا عبد الرحمن؟ انه ما صار دمج في زي سكيميا في الرينال وصار دمج للجلوميرولار سيستم. لا بص اعكس يا عبد الرحمن، لان بص يا عبد الرحمن الكاميرا شغاله وارضيه الكدن اللي بنشتغل عليها سليمه تاني، يعني الفوليوم قليل هنا، فالكاميرا دي تفتح تقول اون، افتح يا سامسون، طلع مين؟ رينين انجيوتنسينجن سيستم واي دي اتش من فوق. لو الاثنين دول طلعوا يا بنات بيروحوا على ارض الملعب اللي هي الكدني. في البريرين الكوز الكدني سليمه فتمتص الصوديوم، اذا كميه الصوديوم اللي في اليورين اخبارها ايه؟ قليله قليل اساسي. الكميه اللي بتنزل دي اسمها فراكشن اكسكريشن اوف صوديوم، اسمها فينا، دي مهمه في الام سي كيو. يبقى في البري رينال كوز الفينا اقل من 2%. مركزين يا بنات؟ طب مسألة تانية، لو واحد عنده أكيوت توبولار نيكروز والسيستم شغال لكن أرض الملعب أخبارها إيه؟ أرض الملعب في الأكيوت توبولار نيكروز خرابة، يبقى مهما يدي أوردر يا بنات لن يمتص الصوديوم، يقوم يروح فين؟ في اليورين. يبقى الفراكشن اكسكريشن في الاكيوت توبولار نيكروزس للصوديوم عالي. ده اهم سؤال في الام سي كيو، ازاي تفرق ما بين بري رينال ورينال؟ كويس كده؟ تاني طمني، مش فاهم السؤال. طب الدنيا واضحه؟ طيب دكتوره ولا دكتوره ولا الدنيا واضحه؟ يا دكتورة مي، طيب واضحة الأمور؟ أيوة يا دكتور واضحة. حاضر. شكرا. طيب نركز بس عشان في الام سي كيو، أنا لسه بتكلم أهو، لو جالك مريض بأوليجوريا تحتمل إنه بري رينال أو رينال. البري رينال يا بنات الكلى سليمة يمتص الصوديوم، يبقى كميته في البول قليلة، يبقى الفراكشن صوديوم قليل. هنا العكس تماما، الكلى بايظه في الاكيوت توبولار نيكروزس. يلا نروح بقى، قلنا ستيج وكلينيكال برزنتيشن وشوف انفستيجيشن. انفستيجيشن لمين يا بنات؟ لاكيوت توبولار نيكروزس. ركز تقول له بص يا دكتور انا عايز اثبت ان في اكيوت توبولار نيكروزس، ان الكلى خربانه لم تستطع التخلص من الويست برودكت، فهطلب مين يا دكتور؟ السيرم كريات واليوريا عاليين. طب ده كلام كويس، ده كلام كويس. لما هم عاليين يا دكتور ايه اللي معليهم؟ قول له والله ده اكيوت توبولار نيكروز. طب اعرفها ازاي يا دكتور؟ اطلب فراكشن اكسكريشن اوف صوديوم الاقيها عالي. عالي يعني اكتر من 1% او 2%. تقول له اكيوت توبولار نيكروزس. طب وايه اللي عامل اكيوت توبولار نيكروزس دي؟ يا ترى توكسيك ولا اسكيميك؟ خلي بالك يا دكتور، توكسيك ولا اسكيميك ممكن يكون الهارت فيه فيلير ومطلب ايكو يا دكتور. شاطر. طب خلي بالك بقى، خلي بالك من الحته دي. بص يا دكتور احنا نورمالي نورمالي بينزل بروتين في البول اقل من 150 مللي جرام في ال 24 ساعه. ده طبيعي، ده طبيعي يا دكتور. فهم يقول لك ايه بقى؟ البروتين ده هو نازل يا دكتور بيتعرض للاسيد بتاع اليورين يقوم يتجلط كده. خدتوه زمان في الباثولوجي اسمه سيجار شيب. ده نورمال. خلي بالك يا دكتور السيجار شيب ده اللي نازل واخد شكل التيبيول يسموه كاست،
عارفين كاست يعني ايه؟ يعني قالب، يعني انتوا بتعملوا الكيك ولا مش عارف البتاع اللي هو في الحاجات الصغيره بتدخل الفرن دي تشكيله، يعني القالب اللي هنصب فيه الحاجه عباره عن بروتين. طب وفي الاكيوت توبولار نكروزس هيكون البروتين القالب ده هينزل معاه مين يا دكتور؟ ينزل ابيثيليال سيلز، فيسموها كده في الام سي كيو يا دكتور ماضي او براون كاست. خلي بالكم ان الكاست دي سؤال في الامتحان. يبقى الاسكيميا يا دكتور بسهوله اثبت ان عنده امبيرمنت في الرينال فانكشن، سيرم يوريا وكريات عاليين، لم تستطيع الكدني التخلص من الويست برودكت. طب ما هو اكيوت توبولار نكروزس السبب في الكدني يبقى الفراكشن اكسكريشن اوف صوديوم عالي، لا تستطيع الكدني امتصاص الصوديوم. سببه ايه يا دكتور؟ قد يكون هارت فيلير، اعمل ايكو. ايوه خلي بالك بقى، حته مهمه سبيسيفيك في الام سي كيو، خلي بالك. بينزل 150 ملي جرام بروتين على شكل سيجار شيبت. تناكة بقى. ده يا دكتور نصب عليه مين؟ ابيثيليال سيلز. فيسموها في الام سي كيو كده ماضي براون كاست. طيب البنات زعلانين ويقولوا ده اصل الكتاب مش كده، طب اقول لك الكتاب بيقول ايه؟ بص يا دكتور. يقول لك رقم واحد، اي واحد في الكدني لازم تعمله الاتي: رينال فانكشن تيست، اثنين يورين اناليسيس، ثلاثه الكترولايتس. رينال فانكشن ايه رايكم يا بنات؟ ارتفاع السيرم يوريا والكريات صح؟ طب اليورين اخباره ايه؟ هلاقي كاست اسمها ماضي كاست، ماضي براون كاست، مهمه في الام سي كيو، مهمه في الام سي كيو في الاكيوت توبولار نكروزس. النقطه الثانيه يا دكتور، النقطه الثانيه انك تطلب الالكترولايتس. ايه رايك في الالكترولايتس اللي عندنا بقى؟ ادي البوتاسيوم يا دكتور مهم، اخباره ايه؟ في الاوليجوريك ستيج عندنا هايبر كاليميا. عايز تدوكمنت اقول له انا هعمل اي سي جي، مفيش مشكله سهله يعني. اي سؤال يا بنات؟ يا بنات اي سؤال؟ طيب شوف بقى الابروتش ده كده، واوعى تنساه، انت ممكن تنسى كل اللي فات. طبعا احنا هنحفظه عشان الامتحان، انا عارف، حاضر هنحفظ الموضوع في الامتحان، مفيش مشكله خالص. وفي الاخر تقول له ابروتش بقى يا دكتور، هنشخص الحاله دي ازاي؟ قول له جالي مريض في الطوارئ يا دكتور عنده ارتفاع في السيرم كريات. ابو صور الصفحه دي مهمه. قول له فانا شاكك يا دكتور في البريرينال كوز. نعمل مين يا دكتور؟ نعمل فراكشن صوديوم اكسكريشن. في البريرينال يا دكتور الكدني سليمه، يبقى الفراكشن اكسكريشن اقل من 1%. شطار يا بنات، يبقى ده هيكون مين ده؟ عبارة عن بريرينال كوز. طب وانا هسكت؟ هو كانوا بريرينال كده اسكت؟ قول له لا، انا فاكر ان البريرينال يا دكتور عبارة عن المضخة اهي والماسورة. يبقى رقم اتنين بعد ما تعرف انه بريرينال تعمل ايه؟ تشوف الفوليوم ستيتس. يعني ايه فوليوم ستيتس يا بنات؟ تشوف الفيتال ساينز والنيك فينز واللور ليمبيدين. ليه؟ بص يا سيدي، احدى الاسباب هارت فيلير. طب ما هو الهارت فيلير ده عباره عن فوليوم اوفرلود، يبقى الحل في ده تعمل ايه؟ دايوريتكس. طب لقيت عنده دايريا ديهايدريشن، يبقى عنده ديمينيشد او هايبوفوليميا، يبقى الحل يا دكتور اخد اي في فلويدز. سهل يا بنات كده؟ طيب افرض بقى يا دكتور ما طلعش السبب بريرينال، تقول له يبقى انا عندي مشكله من اتنين، يا بوست رينال يا اما انترنزك رينال كوز. البوست رينال بعرفه ازاي؟ شطار، البوست رينال بعرفه ازاي؟ سهله سهلة بسرعة، اوبستراكشن، يبقى اطلب له الترا ساوند.
المريض عنده ألم في جنبه وهيماتوريا وبتاع، بس يكون حصوة، فعمل له ستو، يعمل له الترا ساوند، فلقيت فيه اوبستراكشن، هو مركب له ايه؟ قسطرة. هنا سؤال بقى، لو ده يا دكتور اليوريثرا ودي اليورينري بلادر وده اليوريترا، الكلام ده اهم من اي حاجه، لما تركب فولس كاسترات هي بتجيب اليورين منين؟ من البلادر. طب افرض انت ركبتها وما جابتش يورين، قد يكون الاوبستراكشن فوق البلادر، هنا بتطلب بتاع اليورولوجي عشان يعمل نفروستومي. نفروستومي. طب رقم اتنين يا دكتور، رقم اتنين، امال انا اعرف الرينال ازاي؟ ان الفينه يا دكتور، الفينه كانت اكتر من واحد، فاقول له اه يا ترى انت جلومير نفرايتس ولا اكيوت توبولار نيكروزس، او مطلوب يورين عشان اشوف الكاست يا دكتور، لقيتها ماضي كاست. الابروتش ده ما يروحش من دماغكم يا دكاتره وتكتبه في الامتحان بعد ما ترص النظري. قبل ما اتكلم على العلاج هتكلم تاني عن الاكيوت توبولار نيكروز نكتبه ازاي في النظري اهو. دكتور وحضرتك، ها انت تقصد ايه دكتور بعد اذن حضرتك؟ الحته اللي هي بتاعت النفروسكوبي دي بنعملها ليه؟ اه بص، انت دلوقتي واحد عنده الم في جنبه وعنده هيماتوريا وكميه البول قليله، فانا شاكك انها تكون ستون، فركبت فولس كاسيتر. الفولس كاسيتر يا دكتوره مستوى بس انها توصل للبلادر، والله جابت بول، يبقى الاوبستراكشن في الليفل ده. طب ما جابتش، يبقى الاوبستراكشن فوق البلادر، الفولس كاسيتر ما توصلش لفوق البلادر، يبقى لازم يجي بتاع اليورولوجي يفتح اليوريتر على السكين بره، بيسموها نفروستومي، يسحب اليوريتر بقسطرة على بره لغايه ما يعمل ريليف للاوبستراكشن اللي هنا ده. مين كان بيسالني سؤال تاني؟ طب بص يا دكتور، الاكيوت توبلر نيكروز الايتيولوجي اهو، يا توكسيك يا اسكيميك، ده بيرزيستنت برينال كوز، توكسيك داي ودراجز وثلاث مسائل. انا بكلم ناس فاهمه، كلينيكال برزنتيشن الاهم على الاطلاق في الامتحان اوليجوريا، مفيش بول يوم يرتجع الميه اهو، يرتجع ال ها والتوكسينز اللي هي اليوريا، ما يعني هايبرتنشن هايبرتنسيف انكفالوباثي واللنج مليانه فلويد، دي تنايم كل حاجه، وفي الاي سي جي عامله زي قبه الجمل، اسيدوزس كوزمال بريزنج، يوريا الحساس الجي اي تي، والخطوره يوريميك انكفالوباثي ويوريميك بيريكاردايتس. انفستيجيشن يا دكتور زي الكتاب، حاضر، رينال فانكشن ويورين والكترولايتس. بس على فكره الموضوع نوت ايزي از يو سي، ممكن ما توصلش للتشخيص لما تعمل بايوبسي عشان تبقى عارف، بس تصور الترا ساوند. تعالى بقى نعالج المريض زي الكتاب يا بنات، فاهمين ولا الدنيا ضايعه؟ طب انا بتكلم بسرعه. طب النهارده السبت اول الاسبوع، يعني انتم مصحصحين لسه؟ طب ما فيش اي سؤال؟ طب الدنيا واضحه؟ طيب ما هو اصل السكوت الرهيب ده حاجة من اتنين، اسكت يعني؟ طيب حاضر، العلاج، قول له بص يا دكتور خلص وجاهم. العلاج يا دكتور بنصب على الآتي، بص قول له كل أمراض الكدني لها اسكيم كده اسمها 3 ديز يا دكتور، 3 ديز ده بيسهل الأمور شوية، يعني الدايت والدراجز وامتى تعمل دياليسيس، الكلام ده حلو يعني، بس خليك معايا بقى كده، خليك معايا. هو انت يا دكتور في الالوبيريك ستيج مفيش فلاويد صح؟ شطار، يرتجع الميه، تنشع في مكانين، انكفالوباثي وفي اللنج، دول علاجهم ايه يا دكتور؟ انديكيشن اوف دياليسيس. انا هكتب لك وانت هتجمع. يرتجع مين يا دكتور؟ البوتاسيوم والهيدروجين. شطار يا بنات. تعالج هايبر كاليميا ازاي يا دكتور؟ قول له بص بص بص، على فكره بترسى في الاخير على دياليسيس، لكن عشان ما ازعلكش بقى،
ادي البوتاسيوم سارح في الدم اهو، وادي الخليه، نقوم نسحبه من قفاه كده وندخله جوه الخليه. مين اللي بيعمل الحركه دي يا دكتور؟ الانسولين. فتدي المريض انسولين ومعاه جلوكوز عشان ما يدخلش في هايبو جلايسيميا. مين تاني دواء بيدخل البوتاسيوم جوه يا دكتور؟ البيتا 2 اجونست. ناس تقول لك بقى امنع امتصاص البوتاسيوم من الانتستين، ازاي يا دكتور؟ ما ياكلش بوتاسيوم يا دكتور. طب رقم اتنين، ندي ماده تضحك على الجي اي تي انها شبه البوتاسيوم، اسمها بوتاسيوم اكستشينج ريزن وليس ريزل، ها؟ ريزن اسمه كايكسيليت، مش مهم. يبقى ما هو العلاج يا دكتور؟ قول له بص ما تزعلش مني، هترسى في الاخر على دايلسيس وغلاوتك، لكن نسحبه من قفاه ندخله جوه الخليه بدوايين، انسولين وجلوكوز عشان ما يدخلش في هايبو جلايسيميا. بيتا 2 اجونست، وبعدين ما ياكلش بوتاسيوم، وبعدين بوتاسيوم اكستشينج ريزن. هتلاقي الكتاب كاتب لك بالترتيب بقى، بوتاسيوم اكستشينج ريزن ده ما بنعملوش في مصر يا بنات. الخلاصه الدكتور بيعمل ايه؟ بيدي انسولين ومعاه جلوكوز، حلو كده؟ بيدي له 20 وحده كل اربع ساعات ومعاهم 500 جلوكوز عشان ما يدخلش وهايبوجلايسيميا. رقم اتنين يا دكتور، دخل البوتاسيوم جوه بالبيتا 2 اجونست اللي هو سالبوتامول انهاليشن، لكن وغلاوتك انت هترسى على دايلسيس. حلو. طب وبعدين يا دكتور مين ارتجع مع البوتاسيوم تاني؟ الهيدروجين. قال لك بص ارجوك ما تلعبش في الاسيد بيز، اوعى تفكر يا دكتور ان كلمه هيدروجين دي تقوم انت تقول انا هديله ايه؟ باي كارب. لا اوعى اوعى يا دكتور. عارف ليه؟ لان انت لو اديت باي كارب يا دكتور بتعمل كونفيوجن، فاقول له بص يا دكتور لما اصلح وظائف الكلى الهيدروجين يتحسن، فهقول له انت مصمم؟ لو لقيت البي اتش يا دكتور اقل من 7.2 او البايكارب اقل من 15 اديله صوديوم بايكارب وانا زعلان. الكلام ده هنعيده فين؟ بالنص في الدايبيتك كيتو اسيدوزس. شطار يا بنات شطار. طب هنا اسال سؤال بقى، المريض ده يشرب ميه ولا ما يشربش يا بنات؟ يشرب، ياخد 500 مللي زائد البريفيوس ديلي لوس. هو فقد فلويد فين؟ لا قدر الله فوميتنج او الستول، انا اسف معلش، واليورين اوت بوت. نحسب دول كده غالبا يكونوا 500 زائد 500 كده يا بنات. الاكيوت كيدني انجري خلصان. طب تعال رتب زي الكتاب، ايه الدايت دي يا دكتور؟ قول له بص يا سيدي، مش الدايت دي عباره عن فلويد؟ ماشي. واخبار البروتين ايه يا دكتور؟ ياكل صوديوم ولا ما ياكلش؟ ياكل بوتاسيوم ولا ما ياكلش؟ كربوهيدرات ولا ما ياكلش؟ اخبار الفلويد يا بنات 500 زائد النص في اليوم اللي قبله. البروتين ريستريكشن يا دكتور عشان ما تطلعش يوريا كتير، يعني ياكل كام يعني؟ نص جرام بير داي. الصوديوم يا دكتور هل تدي له صوديوم ولا ما تديلوش؟ لا مش ناقص املاح. بوتاسيوم بص يا دكتور ممنوع، اكتب كده ممنوع. الكربوهيدرات ماشي. ادويه هتدي دراجز لمين يا دكتور؟ قول له اساسا للهايبركاليميا وتكتب، وبعدين للاسيدوزس. ما هي الانديكيشن اوف دايلسيس يا دكتور؟ يلا يا سيدي، كلينيكال ولاب يا جميل. الكلينيكال مانيفستيشن اوف اوفر هايدريشن. طب اللاب يا دكتور؟ اللاب اهم حاجه يا دكتور. الهايبركاليميا يعني بوتاسيوم اكتر من 6، خلي بالك، وارتفاع اليوريا والكريات فيها اختلاف في الارقام، يعني ناس تقول اليوريا اكتر من 100 والكريات اكتر من 10 عشان ما ننساهاش. بس بايكارب نوزلنا عن 12. ده يا بنات بالنسبه للاكيوت كيدني انجري، سواء بالفهم سواء بالتجميع. انا هسال بقى سؤال وجواب، انا مش هختار حد وهسيبكم انتوا خالص. يعني
ادي اكيوت كيدني انجري اهو للناس اللي بتلخص بقى. بص يا دكتور، ما هو الديفينيشن، ما هو الايتيولوجي، واخدنا منهم الاكيوت تيبولار نيكروزس، حطينا الايتيولوجي يا بنات، كلينيكال ثلاث مراحل، انفستيجيشن ثلاثه، ثم العلاج ثلاثه. يلا يا شطار بقى، مين يقول لي ما هو الديفينيشن اوف اكيوت كيدني انجري يا بنات؟ مش مهم تقول لي ارقام، بس ما هو الفكره؟ الفكره ايه؟ ده واضح ان ما فيش اي فكره. طب وبعدين بقى؟ قلنا ايذر اوليجويوريا. ايوه استنى يا عبد الرحمن استنى. هيزود السيروم كريات. ايوه. او نقلل اليورين اوتبوت. شاطره. او نقلل اليورين اوتبوت. دي ليها ارقام ودي ليها ارقام، صح كده؟ 3 من 10 في 48 ساعة، 50% 7 أيام. دي الكريات، ده أقل من نص ميلي بيجي بير أور، لا ميلي عشان ده بالميلي سنت يعني. 6 ساعات. ما هو الأكيوت كيدني إنجري الإيتيولوجي؟ استني يا دكتور. دكتورة يعني أي حد يقول لي، مش عايز أختار حد. ها. قد يكون إيه يا بنات؟ أو رينال. او بوست رينال، ده كلمه واحده اوبستراكشن، ده يا اما جلوميرولونيفرايتس، يا اما المشكله في التيبيولز، يا اما في الانترستيشيوم، يا اما في الفيسلز. هنا المضخه والبايبس وبعدين مقفوله. هنا سؤال الامتحان، ازاي تفرق ما بين الرينال والبري رينال يا دكتور؟ قول له بص، فراكشن صوديوم اكسكريشن، هنا قليل وهنا عالي. اكيوت تيبولار نيكروزس يا توكسيك يا اسكيميك. ايتيولوجي يا دكتور قلناها توكسيك يا اسكيميك. كلينيكال اوليجوريك ستيج، ده المهم. دايوريتيك وريكفري، خليهم عشانك. دايوريتيك ستيج يعني الميه ترجع، وبعدين البوتاسيوم يعني هايبر كاليميا واسيدوزس، ثم اليوريا. اليوريا السنسور بتاعها مين؟ الجي اي تي، تحس بسرعه ونخاف لو دخل في انكيفالوباثي او بيريكاردايتس، اهم الاثنين دول انديكيشن اوف دايليسيس. لو الكدني، لو اللنج اسف، فيها فلويد انديكيشن لدايليسيس. هايبر كاليميا يا دكتور، تنايم كل حاجه والاي سي جي عامل زي قبه الجمل. هنا اسيدوتيك بريزنج اللي هو الكوزمون بريزنج بسرعه وديب زي الحشاشين يعني. انفستيجيشن يا دكتور، يورين الله عليكم، وبلد ورينال فانكشن، ثم العلاج دايت ودراج ودايليسيس. لكن امشي بده احسن يا دكتور. الفلويد العالي ده لازم يتعمل له دايليسيس. هايبر كاليميا نسحبها من قفاها ندخلها جوه الخليه، او نعمل دايليسيس، او نمنع امتصاصها من الجي اي تي. الهيدروجين قول له بلاش، بلاش نلعب في الهيدروجين ارجوك. اثنين يا دكتور، هنعمل ايه بقى في اليوريميا؟ لو وصلت انكيفالوبس او بريكاردايتس دياليسيس. يا بنات ده الاكيوت كيدني انجري، وده اول موضوع واول فرحتنا. مين يسالني بقى؟ عشان اديكم ريست وادخل بس في عنوان بسيط كده. ممكن الابروتش تاني؟ حاضر. شاطره، انا كده مبسوط منك بقى. بص يا دكاتره، لما تيجي تكتب في النظره تقول كده، يعني جالكم اكيوت تيبولار نكروز، قول له بص يا دكتور، انا هقول الايتيولوجي اهو، وبعدين الستيجز ثلاثه، والكلينيكال برزنتيشن تترجمهم، والانفستيجيشن والعلاج. وبعدين يا بص يا دكتور، هعمل لك ابروتش بقى لمريض جاي في الطوارئ. بص يا دكتور، الابروتش بتاعنا ايه؟ مريض عنده ارتفاع سيرم كريات او اوليجوريا، مش ده الديفينيشن؟ صح ولا مو صح؟ ده معناه انه اكيوت كيدني انجري. نقوم نشك ان هو بري رينال، نستبعده الاول. طب نعرفه ازاي ده؟ نعمل الفينا يا دكتور، هتلاقيه اقل من 1%. القلب واللي جنبه، يبقى الفوليوم نشوفه. يا ترى المريض ده اوفر هايدريتد ولا دي هايدريتد؟ مين الاوفر هايدريتد؟ هارت فيلير، ليفر سيروزس،
الدايهيدريتد الدهات المشهوره ده يا دكتور هياخد دايوريسيس، لكن ده هتديله فلويدز. عشان كده هو يا دكتوره اسماء البري رينال شرط ياخد فلويد؟ مش شرط. شرط ياخد دايوريسيس؟ مش شرط. يبقى على حسب. فاهمين يا بنات ولا الدنيا ضايعه؟ طيب ماشي تمام يا دكتور. في قلنا اليوريميا اول حاجه بتظهر فيها الجي اي تي، هنعرف ازاي؟ اه انوريكسيا ونوزيا فوميتنج. اه كسمتم كويس ماشي. طيب يا دكتوره بص حضرتك، طلع الفراكشن صوديوم اكسكريشن اكتر من واحد، يبقى انا بشك في رينال كوز اللي هو بينه وبينكم مين؟ اكيوت توبولار نيكروز. اعرفه ازاي ده يا سيدي؟ ما انت عرفت اول حاجه شكيت. اتنين يا دكتور، تقوم تعمل يورين الكاست اخبارها ايه؟ ماضي براون. طب ما طلعش لا ده ولا ده يا دكتور، يبقى بوست رينال. اعمل ايه في البوست رينال يا بنات؟ الترا ساوند. طب انت ما عندكش الترا ساوند، تقول له ركب قسطره. القسطره يا بنات بتوصل للبلادر بس، يبقى لو جابت يورين خير وبركه، ما جابتش يبقى الاستراكشن فوق البلادر، اطلب بتاع اليورولوجي. سهل يا بنات كده؟ اقول تاني؟ طيب طيب ماشي، انا معاكم 5 دقايق بس عشان ادخل في موضوع كده، اكتب مقدمه المره الجايه عشان الموضوع ده الى حد ما شويه ان شاء الله مش هيبقى صعب عليكم يعني ان شاء الله. طيب ركزوا معايا يا بنات كده بقى. بصوا يا بنات، الموضوع ده في غايه الاهميه اللي هو اسمه جلوميرولونيفرايتس. طب هو الصعوبه بتاعته ايه؟ اللي لما تسمع كلمه جلوميرولونيفرايتس تعمل ايه؟ قول له كلمه جلوميرولونيفرايتس كلمه السر فيها كلاسيفيكيشن. طب ما تقول لي كده بالراحه، فهمني شويه يعني ايه كلاسيفيكيشن. اتصلوا عليك بالتليفون يا دكتور وقالوا لك ان في بنت، عشان افهمك القصه بس، عمرها 12 سنه خير يا عسل، قال لك عندها سموكي يورين. وايه سموكي يورين ده؟ يعني ايه بول مدخن يعني؟ يعني بالبلدي يا دكتور معكر، كولا كالرد زي الكوكا كولا كده. وعندها كام سنه البنت دي؟ قال لك عندها 12 سنه. طب شوفوا لها الضغط يا جماعه، لانها هايبرتنسيف. هايبرتنشن وهيماتوريا دول اسمهم نفريتك سندروم، برضو مش مهم المسمى. فقول لها يا بنتي انت من اسبوعين كده كان عندك التهاب تونسلايتس او ابر ريسبيراتوري. قالت اه. فقول لها يا دكتور الصداع غالبا بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. طيب لو خدنا عينه من الكدني يا دكتور يطلع ايه بقى؟ هيطلع ديفيوز بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس. ايه الكلام ده؟ ده يا دكتور اسمه كلينيكال كلاسيفيكيشن، ودي اسمها ايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن، ودي في الباثولوجي تحت الميكروسكوب. هي دي بقى صعوبه الجلوميرولونيفرايتس. اديك مثال اقول لك، انا بقى بشرح جلوميرولونيفرايتس يا دكتور بس البدايه، يعني صعوبه الجلوميرولونيفرايتس هو ترتيب الاوراق جنب بعضها، لعبه المكعبات كده. طب بلاش دي، جالك في الامتحان ايه هو الديفرنشال دايجنوزس اوف مايكروسيتيك انيميا؟ فقلت له يا دكتور الايرون ديفيشنسي. سببه ايه بقى يا دكتور؟ جي اي تي لوس. المايكروسكوبيك دي اسمها مورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف انيميا، وده الايتيولوجي هو الجي اي تي لوس. يبقى احنا عايزين نركب يا دكتور كلينيكال المريض مع الموست كومن ايتيولوجي مع شكل العينه تحت الميكروسكوب. تاني تاني، صعوبه الجلوميرولونيفرايتس في الكلاسيفيكيشن. لكن يا دكتور وات ايفر يا سيدي، ركز معايا. الجلوميرولس يا دكتور عباره عن، ادي الباومنز كبسول اهو، داخل له ارتري وخارج منه ارتري يا دكتور اهو،
عادي خالص. ارسم كده، ادي افرنت اهو، وادي الكابيلرز ملولوه حلوه كده، وادي افرنت اهو، اي وافرنت. والاسود ده اسمه باومنز كبسول. للشطار بقى الباومنز اللي هي فيسرال لاير وبرايتال لاير. طب هنعمل ايه يا بنات؟ هنعمل ايه يا حلوين؟ قال لك بص يا سيدي، هناخد سكشن هنا كده ونكبره في الحته دي كده. يبقى انت اخدت مين يا دكتور؟ هرسم لك بنفس اللون عشان ما تتلخبطش. بص يا سيدي، يبقى احنا خدنا الحته الملولوه دي، ارجوكم الكلام ده مهم، اللي هي الكابيلري، وخدنا مين معاها يا دكتور بقى؟ شطار شطار، الفيسرال لير بتاع الباومنز كبسول. قال لك طب ما تعدل الرسمه، هي الكابيلري دي لما تكبرها عباره عن ايه؟ عباره عن endothelial cells نايمة على basement membrane. البيزمنت ممبرين يا بنات بتاع الكابيلري ده عبارة عن ثلاثة layers، مش مهم برضه. يبقى الكابيلري عبارة عن endothelium و basement membrane. طب والفيسرال layer اللي هي السودة دي عبارة عن مين يا بنات؟ قال لك عبارة عن خلية سهلة خالص، اسمها epithelial cells، شكلها عامل كده. والنيوكلاس بتاعتها فوق هنا، فيسموا دي epithelial cells بتاع الفيسرال layer of Bowman's capsule. لها اسم تاني، اسماء اسمها البودوسايتس، لان لها اقدام زي ما انتم شايفين كده بتسند ظهر البيزمنت ممبرين. فالبنات يقولوا ايه؟ يعني لو في فلويد هنا في الكابيلري عشان يعدي كده، هيعدي من مين يا دكتور؟ اقول لك بص، يعدي من الاندوثيليوم والبيزمنت ممبرين، ويعدي من الابيثيليال سيلز. اللي حاسس ان الامور فيها صعوبه يسالني، مفيش مشكله خالص. فقالوا طيب هو ازاي هيحصل جلومير نفرايتس؟ قال لك بص يا سيدي، نركز مع بعض بقى، ما ننساش خلية موجودة هنا كده، أنا آسف، اسمها المازنجيال سيلز أهي، دي فاجوسيتك وبتطلع رينين. خلي بقى هنا كده أهي مكانها أهي يا دكتور أهي. شطار يا حلوين. أو مسأل نفسي هو ليه يا دكتور بيحصل جلوميرو نفرايتس؟ قول له بص، معظمهم الميون كومبلكس. إيه الميون كومبلكس دي؟ قال لك يعني أنتيجين زائد انتي بودي ومعاهم الكومبلمنت. هنا السؤال دكتوره اسماء، هو الانتيجين ده جه منين؟ قال لك الانتيجين ده، شاطره يا اسماء، بصي يا اسماء، الانتيجين ده جاي من بعيد لبعيد عشان يطمن على الكدني. ده هو كان بيتصربح في السيركيليشن وشبك في الانتي بادي، وبالصدفه وهما ماشيين اتزنقوا في الكدني. يبقى هل الكدني لها ذنب؟ قال لك لا. امال العيب في مين؟ قال لك الانتيجين الانتي بادي اللي جايين من بعيد دول بيتفسحوا، جم حصل لهم ترابد في الجلوميرولس لان البلاد سبلاي سيء. يبقى دي نظريه السيركيليشن. امال النظريه الثانيه قالوا ايه؟ قالوا ده خلايا الجلوميرولس نفسها بتعتبر انتيجين، يوم يطلع لها انتي بادي، دي يسموها انسايتو، يعني الانتيجين منا وفينا منا وفينا. طب الثالثه، قال لك ممكن الانتيجين يطلع ضد البيزمنت ممبرين، مش مهمه دي. قالوا طيب يا دكتور، هو سواء الانتيجين انتي بادي والانتيجين ده جاي منين مش مشكلتنا، لكن اسال حضراتكم سؤال بقى، هما دول يترسبوا فين في الرسمه دي؟ ما هي الرسمه دي عباره عن الجلوميرولس. مين يقول لي كده؟ بالله عليكم تالفوا كده، ادي نفسك يعني العنان، افتح. بص يا دكتور، هو الاميون كومبلكس لو اترسب هنا هيبقى في الكابيلر اليومن، لان في الناحيه الثانيه اندوثيليوم برضه. طب ما ده مكان ما جاء اصلا، يبقى ده ما ينفعش مكان ترصيب.
فقالوا رقم واحد يترسب ما بين الاندوثيليوم والبيزمنت ممبرين، يسموها كده يا دكتور سب اندوثيليال ديبوزيشن. يا سلام عليكم. طب وانا مالي؟ قال لك اصل لما هو يترسب هنا الكومبلمنت ده ليه ديل يا بنات، يقوم يلعب بديله ينادي على الوايت بلاد سيلز ويحصل خناقه. اوبا، نقوم نلاقي الخليه دي يا بنات تكبر وتروح المدرسه، يقوم يحصل فيها بروليفريشن. يا شطار يا حلوين، يعني الخليه دي تدخن كده وانفلامد، يقوم لما يجي الشريان يصب الفلويد، بيصب الفلويد في الحنفيه في الحوض اللي فيه حته لحمه، يقوم ينزل منها دم، يقوم المريض عنده هيماتوريا. يبقى هذا اسمه نيفريتك سيندروم. طب سيبك من دي خالص، يبقى مكان الترسيب يا بنات سب اندوثيليا، او الترسيب يضرب البيزمنت ممبرين نفسه. لما يضرب البيزمنت ممبرين يا بنات يغير التشارج، فالبروتين اللي نازل ما يرجعش تاني وينزل في البول، يبقى المرض عنده بروتينوريا، يعني نفروتك سيندروم. والله شطار. او يا دكتور الترسيب يحصل سب ايبيثيليال هنا، يخلي الخلايا دي تلزق في بعضها، لما تلزق في بعضها البروتين يعدي، يبقى نفروتك سيندروم برضه. بص يا بنات، الجلوميرولس عباره ان احنا بناخد سكشن من الكابيلاري تو لايرز، عباره عن اندوثيليال سيلز وبيزمنت ممبرين، نايمين على خليه اسمها بودوسايت. الترسيب يحصل في ثلاث اماكن، يحصل في ثلاثة أماكن. طيب، أم قال لك بص، هو أنت مستخسر ترسم رسمة تانية؟ ما ترسم رسمة تانية يا أخي. أقول لك حاضر، أرسم لك رسمة تانية. بص يا دكتور بقى بالراحة كده، عشان خاطر أنا بالله عليكم تركزوا معايا. آدي الكابيلاريز الملاولية وهي دي نايمة في حضن مين يا حلوين؟ شطار. ادي الفيسرال لاير اوف باومانز كبسول. يا سلام على البنات الشطار. خدنا سكشن هنا، طب وماله نرسم؟ ادي البيزمنت ممبرين بتاع الكابيلر اهو، واندوثيليال سيلز اهي، بص على اليوم. والناحيه الثانيه نفس الكلام. طيب امال الباومانز كبسول ده، باومانز كبسول ده الخلية بتاعته اسمها ايه يا دكتور؟ قال لك الخلية اسمها ايبيثيليال سيلز او بودوسايت، فنقول بودوسايت لان لها اهداب كده، قدم زي الرجول كده. الرجول دي مفرودة يا دكتورة مي عشان تسند البيزمنت ممبرين اهو، فالبنات قالوا بقول لك ايه، ما توجعش قلبنا بقى، احنا عايزين نفهم بقى هو الباثولوجي بيبان ازاي. دي بقى اهم حته يا بنات، احنا عرفنا الديبوزيشن في ثلاث اماكن، وهقول لك ليه انا قلت لك كده عشان الام سي كيو دي اخر نقطه، خلاص ما تزعلوش. بص يا دكتور، وظيفه الاقدام دي يا بنات انها تمنع نزول البروتين. طب بالله عليكم يا بنات، ادي رجل 2 3 4 5، لو جينا نعد يا دكتور اسماء تحت الميكروسكوب لقيناهم ثلاثة، ثم ترسمهم كده لقينا ادي واحدة اتنين ثلاثة، وادي الخلية اهي. بالله عليك يا دكتور اسماء، الجاب دي مين يعدي منها؟ البروتين. شاطرة. قال لك هذا الكلام ما يبانش تحت اللايت مايكروسكوبي، يبان تحت الالكترون، فسموه كده مينيمال تشينج جلوميرولونفرايتس. شطار يا بنات، يبقى المينيمال تشينج ايه اللي بيحصل؟ ان الفود بروسيسز بيحصل لها افيسمنت او فيوجن، المريض يحصل له ايه يا دكتور؟
يصيب بروتين في البول يبقى شكوته ايه يا دكتور؟ نفروتك سندروم. هنفهم يعني بعدين. طب رقم 2 يا دكتور. قال بص يا سيدي، لما حصل ديبوزيشن هنا كده عند الكابيلرز دي، حصل انفلاميشن يا دكتور في الحتة دي، ايه ده؟ يسموا ده هايبر سيليولاريتي. والله؟ قال لك اه. طب ليه اسم دلع؟ قال لك اه، اسمه بروليفراتيف جلوميرولونيفريتس. فقالوا طيب هو واخد كام في المية من الجلوميرولس؟ قال لك لو واخد اكتر من 50 يا اسماء يسموه ديفيوز، اقل من 50% يسموه فوكال يا اسماء. اسماء شاطره، حصل بروليفريشن هنا بس الكبسول مازال مفتوح ففي فلتريشن يا بنات، بس الارتري بيضخ فلويد على حته لحمه، يبقى في الجنب كده الاثنين دول اسمهم نفرتك. هنفهم بعدين برضه. ثلاثة يا دكتور. قال بص يا سيدي، البيزمنت ممبرين ده يحصل فيه ترصيب، فيسموه ميمبرنس جلوميرولونيفريتس. فقالوا اه، يوم يدخن، يوم يفوت بروتين، يبقى نفروتك. حلو. قالوا دي الانواع الاساسيه، بس في حاجه اسمها بقى الناس اللي بتروح تشتري تقول لي بالله عليك شكل لي. شكل لي ايه؟ شكل لك دي؟ قول له والله انا عايز حاجه اسمها ممبرينو بروليفراتيف. يعني ايه يا دكتور؟ ممبرين يدخن والخلايا دي كلها تدخن. فاهمين يا بنات؟ فاضل واحده. قال لك الاميون كومبلكس يا بنات يترسب هنا، انفلاماتوري سيلز تيجي تستيميت الكاجليشن كاسكيد، يترسب الفايبرين. يا الله، لما تبص عليه تحت الميكروسكوب يا دكتور تلاقي الكبسول مقفول، يبقى ده شبه مين بقى؟ شبه مين يا عسل؟ ها آه. في يوم 14 شبه مين ده؟ الهلال الكريسنت. اه، فده يسموه الكريسنتك جلوميرولونيفريتس. ده اسوأ نوع. ليه يا دكتور؟ لانك قافل الفلتريشن يا سيدي. ليه اسم دلع؟ اسمه رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفريتس. انا خلصت خلاص، انا خلصت الانترودكشن. انا عايز، مش عايز اقول حاجه تاني وهسكت، مش هعيد غير ما انتوا تقولوا لي فين الديفكت وانا عيد تاني. اللي عنده مشكله يبعت لي على الشات، انا موجود. حاضر. بص يا دكتور، رابيدلي بروجريسيف ده القضيه كلها ان مفيش فلتريشن فيميل ناحيه النفريتك، وده البرزنتيشن بتاعته رابيدلي بروجريسيف رينال فيلير. طب اقول لك مثال بقى عشان انت شاطره بقى. جالي في الامتحان ده ما بيجيش في البطنه مينيمال تشينج جلوميرولونيفريتس. اقول له بص انت كده طالب باثولوجي، تحت الميكروسكوب الفود بروسس اتحدت مع بعضها، يفوت بروتين يعني عندي نفراتك، هنشرحه المره الجايه. بس الدكتور مستني منك انك تقول له ما هو الايتيولوجي يا دكتور، يعني كلموك بالسماعه وقالوا لك طفل عنده 12 سنه وجسمه كله مورق، ده اسمه نفراتك، يبقى انت تتوقع عينه الكدني تطلع ايه يا دكتور؟ هو انا بقول كيمياء يا جماعه؟ لان الكومنست جلوميرولونيفريتس في الاطفال هو المينيمال تشينج. طب مساله ثانيه، والله ما تزعلوا، واحد عنده 50 سنه وعنده ويت لوس ونايت سويت وجنرالايزد لينفادينوباثي، يعني قد يكون لنفوما، النهارده جاله جنرالايزد ايديما. جنرالايزد ايديما يعني نفراتك. يوم يسالك في الامتحان تتوقع تحت الميكروسكوب يطلع ايه؟ قول له ان نفروتك سندروم في الكبار هيكون من برينس جلوميرولونيفريتس. لو طلع من برينس دور على مالجنسي. انا كده قادر اوصل لكم المعلومه ولا في ديفكت في حته تاني؟ ازاي تربط الباثولوجي بتاع الميكروسكوب بالسبب يا دكتور؟ طب خد مثال تاني، واحد مركب صمام صناعي، حلو كده،
عامل ميترال فالف ريبليسمنت وماشي على وارفارين يا دكتور، النهارده حرارته عاليه وعنده نيو ميرمر، التشخيص ايه يا دكتور؟ اكتيف اندوكارديتس. حلو، بعدها يا عبد الرحمن قوم ايه بقى؟ اشتكى من هيماتوريا يا عبد الرحمن، يبقى ده جلومير نفراكس، نوع هيطلع مين؟ بروليفراتيف تحت الميكروسكوب. وصلت لحضرتك انا عايز اقول ايه؟ ولا الدنيا لسه صعبه؟ طب انا هستنى ما تسالوني. انا هقول بقى المطلوب مني ايه؟ بص يا دكتور، بص بص. لما اجي نشرح مثلا الجلومير نفراكس، بص يا دكتور. اقول له تحت الميكروسكوب الفود بروسس ماسكه في بعضها يبقى مينيمال تشينج، الناس كبرت يبقى بروليفراتيف، اقل من 50 او اكتر من 50 ميمبرينوس، ميمبرينو بروليفراتيف والكريسنت يا دكتور، الناس دول لهم برزنتيشن كلينيكالي، والناس دول لهم اهم اسباب. مين اهم سبب؟ لانك مش هتحفظ كل حاجه. طب وفي الاخر نسال نفسنا كده سؤال، هو مين من دول اللي بيجي بنفراتك عشان نريح الشباب والبنات، ومين اللي بيجي في نفرتك؟ فهمتوا بقى بدايه الحصه الجايه هتكون ازاي؟ حاسس ان الدنيا ضايعه يا دكتوره ولاء، ما هو السؤال؟ طيب دكتورة، دكتورة منا، طب دكتورة أسماء. طيب تمام يا دكتور، واضح. لا تمام يا دكتور، انت بس علمي البنات بقى، قولي لنا ايه المطلوب من موضوع الجلوميرولو نفرايتس الرخم ده؟ ان انا اقدر اربط بين ايوه لو كلموك في ايوه لو كلموك في التليفون واقول لك المريض ده عنده جنراليزد ايديما، اقوم اقول له بص يبقى نيفروتكس. ده طفل صغير ولا راجل كبير؟ شاطره. لو طفل غالبا مينيمال تشينج. طب لو راجل كبير ممبرينوس. برافو عليك. طب بص بص بصي، طب راجل كبير وشاكك في هيباتايتس سي، قول له يبقى ممبرينو بروليفراتيف. وصلت بقى اللي انا عايز اقوله؟ خلاص بقى الممبرينو بروليفراتيف هي تبقى مع الكانسر غالبا يعني. بس لا ثواني، الممبرينوس مع الكانسر في الكبار، ممبرينو بروليفراتيف هيباتايتس سي وكرايجليبنيميا. اي سؤال يا بنات؟ انا كده خلصت. اي سؤال؟ مين يسال؟ طيب هيباتايتس سي وايه؟ هيباتايتس سي وكرايجليبنيميا. لا انا لسه ما قلتش الكلام ده، الكلام ده هشرحه المره الجايه. انا لسه هقول تاني، اصل انتوا هتقولوا ايه؟ ده احنا خلصنا الجلوميرولونفرايتس.